من يومين تم إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي اسمها ثريدز. طبعا الناس في الوقت ده انقسمت، في اللي مش فاهم خالص، في اللي بيقولك لا أنا مش هدخل على المنصة دي خالص، كفاية المنصات اللي موجودة عندنا وبنضيع وقت عليها. وفي ناس دخلت بالفعل على هذه المنصة وبدأت تكتب على المنصات الأخرى ده حسابي على ثريدز عشان لو أي حد عايز يتواصل معايا أو كده. وفي ناس مستنية زي كده، مستني شوية لحد ما أشوف الدنيا رايحة فين عشان أشوف المنصة دي بالظبط ماشية إزاي، هل هي زي تويتر، هل هي زي فيسبوك، هل هي زي إنستجرام، لسه مش عارفين، أو أنا تحديدا مش عارف بصراحة المنصة رايحة فين. والناس كمان اللي دخلت على هذه المنصة تايهة حتى الآن، لسه ما عرفوش يتواصلوا مع بعض إزاي، فبيقولوا ها دخلنا بقى ها بعدين هنعمل إيه دلوقتي، محدش عارف هنعمل إيه. بمناسبة إطلاق هذه المنصة الجديدة، وقتك على السوشيال ميديا قد إيه لو حصل عطل في مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت فصل عندك؟ هتعمل إيه؟ تعمل إيه يا جمال؟ هقول لك أنا هعمل إيه؟ لا يعني بقعد على السوشيال ميديا بصراحة كتير عشان مبقاش كدابة، يعني يعني بقضي وقت مش بسيط عليها. بس يعني أنا بالنسبة لي كان مؤخراً فعلاً بقيت بستفيد منها قوي أكتر حتى من زمان. زمان كنا بنقعد بقى فكرة إن إحنا بنبعت لصحابنا أو بنكلم صحابنا أو قرايبنا أو صور، أو حتى لو بتتابع أخبار أو إيه اللي بيحصل في المجتمع عامة يعني. لكن مؤخراً كمان يا شاذلي يمكن بقيت بشوف مثلاً أفلام وثائقية مثلاً على أي ممكن الموقع اللي موجود عليه هذه الأفلام أو الموضوع اللي أنا مهتمة به. بقيت بتابع لو في موضوع بعينه مثلاً شغلني، بقيت دايماً بكل سهولة بقدر أشوف كل الأخبار المتعلقة بالقديمة الجديدة حتى الأخبار المختلفة عنه. بقيت في يمكن احنا وقتنا مع الشغل والسوشيال ميديا فعلا زي ما كنا بنتكلم ما بقاش عندنا الوقت الكافي او المتاحه الكافيه ان احنا نقدر نقرا او نطلع على اكتر من مصدر زي ما كانت الناس كلها بتعمل زمان. فدلوقتي ممكن من خلال فيديو في ربع ساعه، وده لو هو طويل كمان، يعني فيديو كمان يعتبر من الفيديوهات الطويله، تقدر تعرف قصه كامله وتاريخ كبير جدا، تاريخ دوله، تاريخ امه من خلال ربع ساعه دي، او موضوع معين يا شاذلي تقدر من خلال ال 15 دقيقه دول فعلا يكون ملم صحيح كل الجوانب. فده يمكن مؤخرا ده اللي بقيت بعمله اكتر على السوشيال ميديا. بس هو بشكل عام يعني اعتقد مفيش حد مبقاش يستخدم السوشيال ميديا، يعني ما اعتقدش. انت بتقعد قد ايه على السوشيال ميديا؟ لا بقعد فترات طويله للاسف، وبحاول قدر الامكان اقنن هذا الامر، بس للاسف برضو مش عارف. مساله ان انا لو حصل عطل في منصه او كده ما عنديش مشكله لو حصل عطل في منصه لان باقي المنصات شغاله، انما لو الانترنت فصل في البيت دي اللي تسبب مشكله شويه. يعني في حاجه اسمها النوموفوبيا او النوموبايل فوبيا، في ناس بتبقى قاعده مستنيه، ده مرض بالمناسبه يعني، مستنيه الموبايل عشان كل شويه تشوف الاشارات او النوتيفيكيشنز اللي بتجيلها على الموبايل، تشوف مين علق لمين، مين قال ايه، مين عمل لايك، مين شاف ايه. بس من ضمن فعلا المميزات اللي كانت جمانه بتتكلم عنها دلوقتي انه لو في موضوع مثلا مفتوح للنقاش او في حاجه حصلت، حادثه، في اي حاجه حصلت، طبعا بقت وسيله اعلام مهمه جدا منصات التواصل الاجتماعي من خلال الهاشتاج الخاص بهذا الموضوع، بتدخل عليه بيجيب لك تفاصيل هذا الموضوع. دي حاجه مهمه جدا، بجانب طبعا احنا موجودين بنتبادل مع بعض الافكار والرؤى، والناس اللي ليها اهتمامات مشتركه بيتواصلوا مع بعض، فدي حاجه مهمه جدا. لكن انت دخلتي على المنصه الجديده ولا لسه؟ عملت اكونت، مستنياك هناك انا بقى. برضه انت من الناس اللي مستنيه هناك؟ مستنيه هناك. بص هو احكي لك انا قصه بقى، واحكي يا ساده المشاهدين قصه ثريدز كده سريعا. شفت بقى عشان تعرف اهميه الفيديوهات اللي انا بقيت بتابعها. هتعلم دلوقتي. هي الفكره انه معروف ان طبعا صاحب او مالك او مؤسس شركه ميتا اللي بتمتلك فيسبوك وانستغرام هو مارك زوكربيرج. مارك زوكربيرج او شركه ميتا دي هي اللي اسست منصه ثريدز، وهي مربوطه يعني كل حد عنده حساب على انستغرام يقدر يعمل طبعا منصه او يقدر يشترك على منصه ثريدز، والحسابين بيكونوا كمان مربوطين ببعض. ليه بشكل عام مارك زوكربيرج يا شاذلي قرر ان هو يطلق هذه المنصه؟ لانه يعني خلينا نقول كده مش خلاف، اعرف بيتخانقوا مع بعض، منافسين ومنافسات ما بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك اللي اشترى تويتر مؤخرا. وبقى مؤخرا كمان في مشاكل كتير جدا على تويتر من اول ما او من بعد ما تولى او من بعد ما اشترى إيلون ماسك تويتر.
يمكن الناس كتير متابعه الفيريفيكيشن او العلامه الزرقاء بقت بتطبق او ممكن حد يحصل عليها بفلوس اللي عمل مشاكل كتير جدا جدا لان بقى في فيك اكونتس او حسابات مزيفه بتنتحل صفات وحسابات او اسامي شخصيات او شركات او مؤسسات كبيره جدا وحصلت مشاكل. وعلى سبيل المثال كان منهم شركه ادويه مثلا مش فاكره مش متذكره اسمها بالظبط بس وعملت مشكله كبيره وقعت يعني وقعت ارصده الشركه دي في البورصه بشكل كبير جدا لمجرد انها حصل ضرر نتيجه هذا بالظبط قالت خبر خاطئ او اشاعه يعني. فكان نتيجه الخبر ده اللي على تويتر اللي بولا حاجه الحساب ده اشترى بيه العلامه الزرقاء وأرصدت الشركة دي بشكل كبير جدا في البورصة وكانت مشكلة وحتى شخصيات عامة كتير تم انتحال شخصيتها على تويتر. دي من ضمن المشاكل حتى يمكن عدد الحروف وعدد اللي بتكتبها في التويت أو في التغريدة الواحدة لمقنن في تويتر على ثريدز مختلف بشكل يعني كبير. هو يعني هو زي تويتر ولا زي انستجرام يعني هو بتاع صور مثلا يعني هو على فكرة تويتر عليه صور بس هو أكتر يعني شبيه هو المنافس الأكبر أو هو شبيه قوي بتويتر هو زي تويتر بالظبط بس بعض المزايا كمان عن تويتر. طبعا هو خد التجربة بتاع تويتر وعدلها على ثريدز بس يقال فخدوا بالكم يا جماعة اللي عمل حساب على ثريدز يقال والله أعلم تأكدوا من الموضوع ده يعني إنه اللي عمل حساب على ثريدز ما ينفعش يلغي الحساب عشان لو لغى الحساب أو قفل الحساب ده على ثريدز هيقفل الحساب بتاعه على إنستغرام. واللي عنده أكاونت أو حساب على إنستغرام أعتقد هو يعني شغال عليه بقاله كتير جدا أو موجود عليه بقاله كتير جدا فبيبقى مش حاجة لطيفة كمان لو الحساب ده اتقفل. فخدوا بالكم عشان لو حد حس إنه أنا مش حاسس إنه هيكون مفيد بالنسبة لي أنا مش لاقي نفسي عليه بالظبط مثلا أنا مش لاقي نفسي عليه أنا واحدة تايهة لسه مش تايهة. أنا أصلا مش من الناس اللي كنت بتفاعل قوي مع تويتر بصراحة كان ممكن أخش أقرأ أخبار بس كتفاعل لا ما يعني مش موجودة على تويتر بشكل كبير. خلاص علينا نسبة الناس اللي دخلت على هو انت ليك رقم عارف الرقم اصلا ده في حد ذاته بيوترني يعني الرقم ده كل واحد ليه رقم كده بيبقى موجود تحت الاسم على حساب الانستغرام رقم مش عارفه انا رقم باين حاجه و90 مليون ولا حاجه كده يعني في ساعات قليله جدا الارقام بتزيد يعني فعلا اول يوم كان 30 مليون تقريبا اول يوم مش اول يوم كمان غالبا اول كام ساعة كان رقم كبير جدا. وتويتر طبعا رفعت قضية على ثريدز على شركة ميتا عشان بسبب موضوع ثريدز ده وفي موضوع شغال وفي خناقة شغالة بسبب الموضوع ده نشوف بس انت عارفة الموضوع محتاج دراسة يعني الناس لازم تقعد تفكر هل الناس كانت محتاجة فعلا منصة جديدة من منصات التواصل الاجتماعي عشان كده جريوا على ثريدز دي اول ما نزلت يعني الموضوع محتاجين نفهم الناس جريت عليه ليه. بص هو طول عمرها الافكار انت لو فكرت دلوقتي هل انا محتاج منصه جديده هتحس انه لا انت عندك ان كان فيسبوك او انستغرام او اي كان الموقع الجديد اللي هتقدمه بقى المنصه بس دي بس الفكره انه الافكار ما بتخلصش فاهم قصدي يعني ممكن حد يطلع فكره جديده نلاقي نفسنا ان احنا متفاعلين معاها وعجبانا يعني في الاول كلنا كنا فيسبوك في كتير جدا انصرف لانستغرام مثلا فهي بتبقى حسب الافكار بس هو بالنسبه لثريدز لا هو يعني زي ما قلت لحضراتكم صورة معدلة من تويتر خاصة ان تويتر مؤخرا كان في مشاكل كتير جدا جدا فيها بس في ناس برضو ما تقدرش تبعد عن تويتر يعني في ناس اللي لسه مرتبطة بتويتر تحديدا ما بتعرفش تبعد عن نفسها. ده اللي بكلمك فيه ان حتى ثريدز ايه الميزة اللي مقدمها ما هو اي حاجة جديدة لازم تقدم ميزة تنافسية عن الحاجة اللي كانت موجودة ايه الميزة اللي مقدمها شوية تعديلات على تويتر ممكن تويتر تجري هذه التعديلات وتبقى المنصتين زي بعض في النهاية يعني فهي الفكرة احنا عندنا منصات كتيرة للتواصل مهم انك تكون موجود لانه زي ما في مثلا بعض الترند مثلا ممكن يطلع على تويتر ما تلاقيهوش موجود اصلا على الفيسبوك ففي بعض الموضوعات كده انت ما بتعرفش عنها حاجه لان هي جمهور الفيسبوك مش مهتم بنوع معين من الموضوعات بتلاقيها موجوده فين موجوده على تويتر فاعتقد انه ممكن ده يكون خلال الفتره اللي جايه موضوعات برضو معينه تطلع فمهم انك تكون موجود لكن الاهم بقى عشان تبقى الصوره كامله احنا ما نضيعش وقت كتير على كل هذه المنصات دخلنا على هذه المنصه شفنا ايه الجديد دخلنا على هذه المنصه شفنا ايه الجديد خلاص لكن وقت كتير على السوشيال ميديا ده مش في مصلحتنا لانه بيضيع وقت حتى لو كان عندك وقت فراغ ممكن تقرا ممكن تمارس رياضه ممكن تعمل اي حاجه تانية غير انك تبقى ماسك الموبايل وقاعد النور ضارب في عينيك وايديك الاثنين متعلقين كده
فالموضوع مرهق على المدى البعيد يعني بالنسبه للناس اللي متعوده كمان ان هي تقعد ساعات كتير على السوشيال ميديا. وحتى لو عايز تتفرج على حاجه او تاخد معلومه عن حاجه معينه مش لازم تبقى طول الوقت مشغل التليفون او ماسكه زي ما كان شاذلي بيتكلم، لانه طبعا العين بتتضرر بشكل كبير جدا من ضوء الموبايل، بس ممكن تسيبه على جنب وتسمع الفيديو اللي شغال او تسمع اللي انت حابب تسمعه. حتى لو بالنسبه للكتب في دلوقتي بقت كتب مسموعه، فدي برضو لطيفة جدا لو انت رايح في الطريق او نازل في مشوار او حاجة، او حتى قاعد في البيت وبتعمل حاجة او بتعملي حاجة ممكن تشغلي الكتب دي، فبرضو لطيفة جدا. حتى في يمكن البودكاست اللي انتشر بشكل كبير جدا يا شاذلي برضو لطيفة جدا جدا. هي عبارة البودكاست اللي مش عارفها هي عبارة عن برنامج مسموع زي الراديو كده بالنسبة لنا زمان، برضو مدة قليلة جدا. بما ان احنا في عصر السوشيال ميديا او عصر السرعة عامة دايما بتبقى الاوقات كلها حاجات بسيطة، مش يمكن مش المساحة اللي احنا كنا متعودين عليها، فبتبقى بالكتير جدا ربع ساعة تلت ساعة بالكتير جدا، وحتى بيبقى فيه ضيوف وبيبقى فيه حاجات لطيفة جدا في كل بقى الموضوعات اللي تحبوها او اللي تهمكم. بشكل عام زي ما كنا بنتكلم يا شاذلي، اعتقد انه دلوقتي مهما اتكلمنا في مساوئ السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي هي مفروض علينا، يعني احنا خلاص ما بقيناش نعرف نستغنى عنها، حتى مش بس من باب التواصل، حتى من باب الفرص ترفيه. العمل ومن باب الترفيه حتى كل حاجه فعلا بقت موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا، وما نقدرش نقول انها ما فادتناش بشكل او باخر، بس اعتقد ان استخدام كل حاجه احنا اللي بنحدده بالنسبه لنا، طريقه استخدام اي شيء احنا اللي نقدر نحدده ان كان بالسلب او بالايجاب. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده بمناسبه اطلاق منصه ثريدز، هل دلوقتي بقى عندك حساب على ثريدز ولا لا؟ وبتقعدوا على السوشيال ميديا بشكل عام قد ايه؟ ولو حصل عطل في مواقع التواصل الاجتماعي تعملوا ايه؟ وكمان لو حد عنده تجربه قدر ينظم وقته على مواقع التواصل الاجتماعي يا ريت برضه ينصحنا، يعني يا ريت يحط في تعليق من التعليقات يقول لنا عمل ايه عشان ينصحنا وينصح الناس كمان اللي بتتابع. صحيح، ده سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.